لتهجى في كفوفي ومهم راي الكفوف دربنا واحد ودومه التقي خطيننا مو على كيف الزمان ولا على كيف الظروف لو نبو حي الظروف اللي بتوقف بيننا لا لتهجى في كفوفي ومهم راي الكفوف دربنا واحد ولو ما يلتقي خطيننا مو على كيف الزمان ولا على كيف الظروف لو نبو حي الظروف اللي بتوقف بيننا. الله الله الله، رجعنا شايف في طبخي والله رائع ما شاء الله على شيء. الله تبارك.